حملة تبنتها المديرية العامة للحماية المدنية، وقد كانت مديرية الحماية المدنية ولاية ميلا سباقة في تبني هذه العملية بعد دعم من السيد والي الولاية. هيئات مدنية وكذا أمنية شاركت في هذه الحملة التي تدعو إليها المديرية العامة للحماية المدنية، مسعفين جواريين، أعوان وأفراد الحماية المدنية، كلهم موجودون هنا في هذه الحملة التطوعية. قطرة من دمك هي إنقاذ لحياة إنسان، هذا شعارنا، ودائما ما نتبنى هذه الحملة. يوم 12 13 14 نوفمبر هي الأيام التي تتواصل عليها هذه الحملة على مستوى الوحدة الرئيسية للحماية المدنية ميلا. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم لدينا نداء للحماية المدنية في هذه الحملة الوطنية للتبرع بالدم، ورانا كنا في الصفوف الأولى، وإن شاء الله تكون حملة ناجحة. ما نقولوا أننا نتطوعوا وأجر، وحنا في كل الظروف اللي يحتاجنا يلقاونا فنتبرعوا بالدم، وهذا أجر كبير بالاستثمار صحة الإنسان. التبرع وتوجهنا إلى مقر التبرع، يعني قطرة من دمك تنقذ حياة غيرك. بشروا بالتبرع لأنه يعني عملية يعني تنقذ الغير وتنقذ الكثير من الأرواح. جينا اليوم مبادرة اللي دارتها الحماية المدنية وهي التبرع بالدم. المبادرة هذه راهي مبادرة جميلة وتدخل في الإسعافات الأولية، ونطلبوا من ستكون مبادرات أخرى في التطوع بالدم على مستوى الهيئات الأخرى والمؤسسات الأخرى. ونشكرهم بزاف الحماية المدنية، وبالمناسبة اليوم عطاونا الشهادات ديبلوم تاع المسعف متطوع، ونشكركم وبارك الله فيكم.